إذا كانت إسرائيل تريد الدخول إلى رفح، إلى لماذا تؤخرها كل هذا الحد؟ يعني أعتقد حسب التحليلات اللي بنقرأها ونشوفها ونتابعها إنه هناك فشل استخباري إسرائيلي. يعني أي عملية عسكرية لابد أن تعتمد على المعلومات الاستخبارية التي تسبق هذه العملية. الآن هم عندهم فشل، يعني من يوم 7 من أكتوبر لليوم بقوا من فشل إلى فشل. هم دخلوا قطاع غزة في حرب برية بدون ما يكون عندهم معلومات استخبارية تساعدهم في تحديد المواقع الحقيقية اللي لازم ينتصروا عليها. هم قاعدين بينتصروا على السكان، بينتصروا على التجويع، بينتصروا على قتل المدنيين والأطفال والنساء وتدمير المباني والبنى التحتية وتدمير الحياة. بيزدادوا غرق في الفشل الاستراتيجي اللي حكى عنه أكثر من إسرائيلي. حكى عن هذا الموضوع أنه ستلعن الأجيال اليهودية القادمة، اليهودية لسه مش العالم، ستلعن ما يفعله هؤلاء في 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 واقع حرب إبادي. بيرتكبوا جرائم سيلاحقهم العالم بهذه الجرائم، وستلاحقهم اللعنات إلى أجيال قادمة. ماذا حققوا؟ يعني احنا لسنا محللين عسكريين، لكن ما يقول المحللين العسكريين وبنسمعهم بطريقه موضوعيه كامله، عراقات ودويري اللي كان يحلل، واكثر من حد وفلاحي في اسطنبول، كلهم يجمعوا انه ما قاعدين بتقدموا عسكريا ضمن اهداف عسكريه، ضمن سيطره على قدرات المقاومه او ضمن ضعف اراده المقاومه في القتال. بالعكس، ما زالت المقاومة مسيطرة على إدارة المعركة، ما زالت متماسكة، ما زالت تقوم بعملها بشكل تنظيمي، بشكل بإدارة مركزية، وأيضا إدارة توقع خسائر كثيرة في الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يأتي إلى أماكن يصبح أهداف سهلة للمقاومة. حتى لو دخل رفح، ما فعلوا في خان يونس في غزة سيفعلوا في رفح. سيبحث عن مستشفى في رفح ويعمل بروباغندا على المستشفى هذا، ويقول هيني أنا سيطرت على مواقع للقيادة في حماس، وهيني عملت إنجازات، ويكذب. نتنياهو يكذب كثيرا. الناطق الإعلامي باسم الجيش الإسرائيلي ثبت كذبه بمواقف كثيرة، ما في موقف إلا اتضح الكذب بشكل واضح. لذلك كإنجاز عسكري ما في إنجاز عسكري. حتى لو دخل رفح، قضية التوقيت مش مهم، التوقيت المهم جوهر العملية. الجوهر العملية اللي مش مبني على معلومات استخبارية صحيحة، مبني المقاومة عندها صندوق مغلق في المعلومات الاستخبارية، ما أتاحت للمخابرات الإسرائيلية ولجهاز الاستخبارات الإسرائيلي معلومات تسهل له عمله في الاجتياح أو في السيطرة العسكرية.